لو الحكاية فيها إن فيديو. مروة أحمد مصطفى، كلية البنات جامعة عين شمس، جاية النهاردة بنظام توعية متطوعة تبع مجلس القومي لحقوق المرأة. بعرف بوعي البنات، بعرفهم عن النظام اللي احنا المجلس بتاعنا بنتكلم عن ايه. عندنا المجلس القومي لحقوق المرأة، المجلس دوت اتعمل في جميع دول العالم، والسنة دي معمول في مصر. وسنة الجامعات اخترنا ما بين موضوعات كتيرة قوي، التعليم الآمن لكل فتاة، ان انت حياتك تنزلي الجامعة بتاعتك، تنزلي الشغل، تنزلي اي حتة انت حابة تنزليها من غير ما يحصل ضدك اي عنف او تحرش مهما كانت الموقف اللي هيحصل. بنوعي البنات برضو ان هما لو حصل معاهم الموقف دوت ازاي يتعاملوا معاه من غير ما المجتمع يبص. يعني في ناس كتير قوي بتبص ان البنت لو بصت لو رد او كلمته او ردت عليه البنت دي مش كويسة او كده. بنخلي بنات كمان بنقول لهم يبقى لازم عندكم القوه والجراءه ان انت تشتكي ان انت حصل لك تحرش، لان في بنات كتير قوي ما عندهاش الجراءه ديت. بنعرفهم كمان ان في بنات كتير قوي في الجامعه ما تعرفش ان في هنا وحده تحرش للجامعه، لو حصل اي حاجه هنا في الجامعه بيتعاملوا مع الموضوع بسرعه. وفي مكتب الشكاوي اللي هو 15115، ده المكتب الشكاوي لحقوق المراه، المجلس حقوق المراه. المكتب دوت لو اي مراه، اي فتاة، اي مراه مصريه عندها اي مشكله، مهما كانت المشكله دي اقتصاديه، لو هي مثلا ما عندهاش فلوس، في مشاكل عندها مثلا ولادها ما بيتعلموش، ما عندهاش القدره ان هي تعلمهم، مثلا مشاكل ان هي مثلا مسجونه ما عندهاش محامي، حاجات كل المشاكل ديت المجلس عندنا بيحولها للجهات المختصه وهما بيتعاملوا مع الموقف. كلية البنات تربية علوم عين شمس. تمام. المجلدات دي احنا طبعا مش بنقدر ان احنا نكفي القدر الكافي قوي في الكلام مع الطالبات او الطلاب اللي بيجوا عموما، فبنبدا بنوزع عليهم الكتيبات والمجلدات، المجلدات زي ما حضرتك شايفه فور فري، بيعرفوا اكتر عن الحمله، عن المجلس، عن المراه دورها في السياسه، في الاسلام عموما، ان الختان ده اصلا غلط يعني، او ان هو جريمه مش ينفع. زي ما حضرتك شايفه انواع المجلدات كلها بنوزع. مكتب الشكاوي الورقه ديت بنعرفهم ايه هو مكتب الشكاوي والرقم بتاعها، لان مش كل الناس اصلا عارفاه. كان في طبعا مجلدات ثانيه بتعرف دور المجلس بس خلصت امبارح لان كان العدد كبير جدا. تمام. طيب لو حد جه وقال لكم انا تعرضت لتحرش او اعتداء اعمل ايه؟ يعني اتصرف ازاي؟ تقولوا له ايه؟ هو ده احنا نازلين، احنا مش نازلين انت هتعملي ايه، احنا نازلين بنوعي ان في هنا في الجامعه ذات نفسها وحده مكافحه ضد التحرش، دكتور بترأسها دكتور هند الهلالي، بتعرفهم بقى دورهم ايه هناك وبيشتكوا هناك، ولو بره الجامعه سواء بقى البنت او في الشغل او في مكان العمل، والسيده برضو بتروح هناك يا اما بتروح لهم في المجلس يا اما بتتصل بيهم زي ما وريت حضرتك على الرقم او بريد الكتروني بتبعت الشكوى بتاعتها. وفي هناك في مكتب الشكاوي كمان حاجه اسمها نظام الاحاله، نظام الاحاله دوت لو سيده متزوجه او مطلقه او زوجها متوفي وليها اوراق ميراث او لديها اي مشكله يعني، بتروح هناك مكتب الشكاوي او بتتصل، فبيبدا بيلاقوا عندها مشكله معينه، فبيبداوا ان هم بيحلوا المشكله، ولو لقوا في حاجه تانية محتاجه تتحول لمحامي، عندها اولاد ومش متعلمين بيبداوا يحولوا الاولاد دول ان هم يعلموهم، يحولوا اوراقهم يعني لوزاره التربيه والتعليم. فمن هنا اسمه نظام الاحاله، زي ما حصل بالفعل كان بيت واحده جت اشتكت ان هو وقع، وكانت اسره فقيره جدا، حاولوا ان هم يحلوا المشكله بجانب ان كان في عندهم بنت ما كانتش متعلمه، حولوا اوراقها لوزاره التربيه والتعليم بحيث انها تكمل تعليمها. تكمل تعليمها يعني.